سنم يا هذا الداعي أيقظنا ثانية فالعالم محن وقرانا حاصرها جد وانشغلت بالفوضى المدن العقل تشتت أفكارا والنفس تولاها الشجن الله الله هو المولى وهو المأوى وهو السكن والعودة لله رجول الفترة والمؤمن فارغ الدعوة لله طريق نقطع ويقطع ما الزمن يا هذا الداعي قمت الأولى للجنة والدنيا بدن تتيه قوافلنا ضلت واضطربت في البحر السفن يا هذا الداعي ساعدنا قد دب بساعدنا الوهن اجتمع الأعداء علينا واجتمع أسانا والحزن اختلط الحاضر والماضي والتبس السيء والحزن الله الله شام تبدو أو يمن اكشف برؤاك لنا الآتي نحن ببلوانا نمتحن جدد دعوتنا للمولى جددها تنصرف الإحن نرجع لله من المنفى فالله الله هو السكن يا محمد. والاستواء في كلام العرب هو العلو والاستقرار، نقول استوى الرجل على ظهر دبته أي استقر. وسئل أبو عبيد عن قوله استوى على العرش فقال استوى أي علا وارتفع، ورأي أن علو الله وارتفاعه هو علو مجده وصفاته وملكوته، والعرش في اللغة هو سرير الملك وهو سقف البيت وهو اسم لمكة وهو أيضا الملك والسلطان. وربما كان هذا هو المقصود بالعرش في هذه الآية، والله أعلم. الله 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 يا غزالي، والله إنه لا يعز علي فراقك، ولو أن الذي طلبك غير السلطان ملك شاه ما وافقت على أن تغادرنا أبدا. ادعو لي بالتوفيق يا مولاي. وفقك الله يا غزالي، وفقك الله يا مولاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله أخيراً اكتمل المسجد. الحمد لله. هل آن الأوان لنرحل؟ بعد أن وافيت بعهدي لوالدي واكتمل المسجد الذي طلبه مني يمكن أن نرحل، لكن ماذا؟ أفكر في شيء جديد بعد زواجي. أي شيء تفكر فيه؟ أفكر أن نبقى هنا حتى أحس بالأسرة وأنجب أطفالا وأحس بالاستقرار الذي عشت طوال عمري أحلم. صالح، لتعلم جيدا أنني أحب الأطفال، لكن رغم حبي الشديد للأطفال فإنني غير متعجلة على الإنجاب والحمل. لماذا نربط أنفسنا بالأطفال من الآن؟ لماذا نقيد حياتنا وحياتنا تعتمد على الحركة والسفر؟ ما رأيك لو نغير حياتنا؟ ليس الآن، دع كل شيء في وقته. أنت مصرة على رحيلنا. صالح، حياتي هي الرحيل، لي أموال عند الناس في البلاد فكيف لي أن أترك أموالي؟ استعدي رحيلي.
صالح يا صالح صالح. نعم يا موسى وراق. راحل؟ نعم راحل. ألن تبيع لي الدكان قبل سفرك؟ لا، سأعطيك ما تريد، 20 دينارا. آسف يا موسى، 25 دينارا. لن أبيعه ب100,000 دينار، له رائحة الأحباب، له المكان الوحيد الذي يربطني بهذا البلد. أصغني إذن، إذا لم تكن تريد البيع فدعك من البيع، أجره لي. هذا الدكان لن يكون لك أبدا يا موسى. سلام يا موسى، هيا يا مريم. ما سر عناد هذا الولد؟ أنا المسؤول. لو أحسنت تأديبه حين كان صبيا عندي في الدكان ما عاند هكذا، ما عاند هكذا. أهلا بك في قصري يا غزالي. أهلا بك يا مولانا السلطان ملك شاه. اجلس، لقد سمعت عنك الكثير وأردت أن أستفيد منك. أنا طوع أمرك يا مولانا. منذ الآن أريد أن يصبح لي مجلس يمتلئ بالعلماء والحكماء مثل مجلس نظام الملك، وطبعا ستكون أنت على رأس الجميع. هذا شرف لي. أحضر الرجل الذي جاءنا من حاشية نظام الملك. أمر مولاي. لقد أراد نظام الملك أن يتم جميله فأرسل إلينا من يشرف على تنظيم المجالس. تفضل يا سيدي. أنا طوع أمرك يا مولاي. علي يا رجل. اسمي علي يا مولاي. أريدك أن تجمع لي علماء البلاد ولينعقد مجلس يجمعني بهم الخميس المقبل. أمر مولاي. يا غزالي انتظر يا رجل، انتظر. ما الذي جاء بك علي؟ إنه الحب. الحب؟ لا تصدقني ولكنه الحب ولا شيء سواه، فأنا أحبك حبا لا تستطيع أن تدرك مداه. أستطيع أن أدرك مداه. قلبي يحدثني أن وراءك شيئا يا علي. قلبك؟ أليس من العجيب أن تتحدث أنت رجل العقل عن القلب؟ وعلى أي حال لن أعطلك كثيرا، ولكن توقع لقاءات كثيرة أخرى بيننا، واعلم أنك لن تنفرد بالسلطان وحدك. شفاك الله يا علي. امشي يا رأس الفتنة، امشي يا ملعون. انتظر انتظر، لماذا يمسكون بك هكذا؟ امشي يا رجل، هل تعرفني من قبل لتتكلم إلي؟ امشي. ما الحكاية يا رجال؟ هذا الرجل هو رأس الفتنة في بغداد، هو الذي يحرض الشيعة على السنة والسنة على الشيعة. هل يمكن أن تكون أنت؟ لا أريد كلاما مع كل واحد في الطريق، خذوني إلى السلطان. سنأخذك إليه وسيأمر بضرب رأسك إن شاء الله. امشي أمامي يا طويل اللسان. شيرين؟ إلي. إلى بيت أهلي يا شيخ أحمد. بيت أهلك؟ ولم؟ ضقت بعنادك. عنادي؟ أنا لم أفتح فمي معك بكلمة واحدة، فكيف عنادتك؟ تصنع البراءة وعدم الفهم. اسمع يا أحمد يا غزالي، ما دمت تعاندني وتصر على عدم الالتحاق بخدمة السلطان فلن أبقى في بيتك لحظة واحدة. خدمة السلطان؟ ما الذي ذكرك بهذا الأمر؟ الأخبار التي وصلتني من أمك، لقد التحق أخوك محمد بخدمة السلطان، لم يرفض مثلما فعلت، وربما كان هو الذي سعى للسلطان ولم يذهب السلطان إليه كما فعل معك. يا شيرين، قلت لك 1000 مرة، كل ميسر لما خلق له. أخي محمد لديه طموح كبير ولا مانع عنده من خدمة الوزراء والسلاطين، أما أنا فمختلف عنه، وفي رأيي أن القرب من أصحاب السلطان أمر شائك. أصحاب السلطان إذا كانت مصلحتهم معي سيربطون على ظهري، وإذا كانت مصلحتهم مع غيري سيضربونني على رأسي، فما الذي يجبرني على الدخول في هذا الأمر الشائك؟ لا تتعلل، لقد قلت الحقيقة بلسانك حين ذكرت أن أخاك محمداً لديه طموح كبير، أما أنت فلا طموح لك،
لذلك لن أبقى معك. سلاما شيرين. أنا لا أريد أن تكون أمورنا الخاصة على ألسنة الآخرين، بل أريدها أن تصل للآخرين كي يعرفوا ما أنا فيه، ولعلهم ينجحون في إقناعك. إن ما تفعلين يصنع شروخا في العلاقة بيننا، فلتشرخ. سلاما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنه اختبار من الله عز وجل كي أروض نفسي على عدم الغضب، فلأكبح جماح نفسي ولأنتظر حتى تهدأ. ماذا بك؟ أريد أن أفهم. في كل مرة يرسلني فيها الحسن بن الصباح برسالة إلى شخص ما، تبدأ الفتنة بين الشيعة والسنة. وهذه المرة رأيت بعيني الشخص المسؤول عن الفتن في بغداد، وتأكدت أنه هو الشخص الذي سلمته الرسائل. فهل يمكن أن تكون لهذه الرسائل علاقة بالفتن؟ لها أو ليس لها علاقة، مالك أنت؟ أنت مجرد رسول، وفي كل مرة كنت تتقاضى من الأموال ما يساوي عملك شهراً كاملاً عند الوزير. أتريد أن تنهب؟ أنت معي أم معه؟ معه. ماذا؟ أنسيت أنه سيدي القديم؟ بدل هذه التساؤلات الخائبة، انتبه لعملك حتى تصبح قريباً من السلطان. وأنا واثقة لو أرسلت بأخباره للحسن بن الصباح لأعطاك من المال فوق ما تتخيل. أخبار السلطان؟ ما الحكاية يا نجلاء؟ هل تعرفين سر الحسن بن الصباح الذي لا يعرفه أحد؟ أي سر؟ سر اهتمامه بأخبار الناس. إنه مجرد فضول. لا لا لا، أقسم إن في الأمر سراً ولا بد أن أعرفه. أعرفه على مهل بإذنك. إلى أين؟ إلى بيت الغزالي. هل تنوين معرفة أسرار زوجته أيضاً؟ ولم لا؟ لا تنسى أني في خدمة سيدي أينما كنت. من؟ نجلاء. نجلاء، اسمي نجلاء، وأنا مثلك جئت مع سيدي من مدينة المعسكر، ولا أعرف أحداً هنا، فقلت أتعرف عليك، فكل غريب للغريب نسيب. بالطبع، تفضلي. أهلاً وسهلاً. تفضلي. أخبريني، هل أنت مرتاحة هنا؟ لا بأس، الحمد لله. علمت من زوجي علي المسؤول عن مجالس العلم في قصر السلطان أن زوجك شديد الانشغال بالعلم، ولابد أنك تعيشين طوال النهار وحيدة مثلي. بل أحاول أن أساعد زوجي في العمل لكي لا أكون وحيدة. واضح أنك امرأة واعية. أخبريني إذن بما هو مشغول الآن. يعد لكتاب جديد عن عدم جواز تكفير المسلم لأخيه المسلم. جميل، وما اسم هذا الكتاب؟ فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة. بسم الله ما شاء الله. حين ينتهي زوجك من تأليفه سأساعدك على نسخه. إن خطي جميل. هذا لطف منك، شكرا. هل هناك شيء في الطريق؟ لا أعرف. كيف هذا يا حبيبتي؟ لنذهب للدالة لتطمئني. الحقيقة لا حقيقة ولا غير حقيقة. سأتي إليك غدا لنذهب معا للداية. سعادة. بإذنك انتظر، لا تخبريه أني هنا حتى لا يخبر زوجي، فهو شديد ولا يحب أن أخرج من بيتي دون إذنه. Thank you.
سعدة، أريدك أن تساعديني، فلقد أوجعتني أصابعي من الكتابة. أمرك، ولكن... ولكن ماذا؟ معي ضيفة. لم أكن أعرف عذرا. اذهبي إليها. لن أتأخر. سأعد لكم شيئا تشربين. أنت؟ أنت يا شيخ محمد؟ ولم لا؟ فأنت مشغولة مع ضيفتك. هل يوجد في الدنيا كلها رجل مثلك؟ أنا سعيدة بك سعادة لا توصف. هيا 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 اذهبي إلى ضيفتك، لا يصح أن تتركيها وحدها. هيا تأخر. هل تبحثين عن شيء؟ لا أبدا، لقد وقعت مني بعض الدراهم ولا أدري إذا كانت وقعت هنا أم في الطريق. فلنبحث عنها سويا. لا 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 داعي، سآتي إليك غدا لنذهب معا للداية بإذنك. الرسالة جاهزة؟ ها هي الرسالة. حسنا، تصل لمولانا الحسني في يده. لا تقلقي، فهذا عملي وأنا جدير به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة. انتظر، أخيرا جئت يا شيخ. انتظر مع العلماء، سأبلغ السلطان باكتمال المجلس. لقد اكتمل المجلس الآن يا مولاي. مجلس؟ أي مجلس؟ مجلس العلماء. أي علماء؟ الذين أمرت بجمعهم ليكونوا جلسائك، مثل علماء نظام الملك. لا 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 لا، أنا لا وقت لدي لمثل هذه المجالس، فأنا ماض للحرب غدا، وكما ترى فأنا مشغول بأمور الجيش. وماذا أقول لهم يا سيدي؟ قل لهم أن ينصرفوا، وانصرف أنت أيضا إلى نظام الملك. إني ماض بعد أيام لفتح سمرقند وما وراء النهرين. هيا اذهب. أمرك يا مولاي. انتظر. ماذا؟ هل الشيخ الغزالي معكم؟ معنا يا سيدي. أرسله لي. أمرك يا مولاي. لنكمل حديثنا، كم عدد الخيول الجاهزة للخروج مع الجيش؟ 3000. والسلاح؟ لدينا ما يكفي لتسليح جيش آخر. جميل. بالأمس فتحت الشام، انتزعتها من أيدي الفاطميين، وغدا أفتح سمرقند وما وراء النهرين، وبهذا تصبح مملكتي أوسع الممالك في الشرق. ومن يدري ماذا سأفتح فيما بعد. مولاي الشيخ الغزالي. ليدخل. سمعا وطاعة يا مولاي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شيخ محمد. أهلا بك يا مولانا سلطان ملك شاه. في الحقيقة يا شيخ محمد، أنا ذاهب للحرب غدا، لذا لن أقيم مجالس علم، لكن الأمر بالنسبة لك مختلف. كيف؟ أنت بالذات أريدك أن تأتي معي. وماذا يفعل مثلي في الحرب؟ تكتب لي، تكون قاضيا للعسكر. يا مولاي، هذه الوظائف ليست مطمعا لي. إذن فيما تطمع؟ أنا أؤلف الكتب وأعلم التلاميذ. حسناً، عود إلى نظام الملك، فهو المعني بهذه الأمور. شكراً لك يا مولاي. سعدة، سعدة، فرجت يا موجة القلب. ما الخبر يا شيخ محمد؟ سنعود إلى مدينة المعسكر، سنعود إلى رحاب نظام الملك، وهناك سأنجز كتابي فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة، وبعد هذا سأسلك طريقاً لم يسلكه أحد من قبل. سأناقش كل الآراء المعروفة للفلاسفة والمتكلمين والباطنية. سأدعو إلى جوهر الدين الإسلامي الصحيح بدلاً من هذا الواقع المرير الذي نحيا فيه. هيا
أعدي متاع السفر، هيا. أمرك، سأعد المتاع حالي. لن نرحل. ولما نبقى؟ أقول لك إن السلطان ذاهب للحرب، سيفتح سمرقند وما وراء النهر. ولهذا السبب نرحل، يجب أن نعرف كل التفاصيل حول الأمر. لماذا يا نجلاء؟ لماذا؟ لنرسلها لسيدي الحسن بن صباح، لقد عاد إلى مدينة المعسكر. وهل نحن جواسيس عنده؟ اصمت، نحن عيونه التي يرى بها في كل مكان، ويجب أن يعرف خبر الحرب قبل طلوع النهار. كيف؟ إن القوافل تحتاج لعدة أيام. إن لنا طرقنا. إن لنا طرقنا. هل هم عصابة تعمل معا وأنا لا أدري؟ هل وقعت في يد عصابة دون أن أنتبه؟ السلطان ملك شاه يستعد لفتح سمرقند وبلاد ما وراء النهر. يا ولدي، الصلح خير، لماذا لا تذهب وتصالح زوجتك؟ يا أمي، إن شيرين تسير في طريق لن يوصل لخير، لقد فقدت الرضا. إنها ليست ملاكا يا ولدي، وكل الأزواج يختلفون، لكن البيوت لا تستمر إلا بالتسامح. يعلم الله كم أسامح. اذهب إذن وصالح زوجتك. لا لا يا أمي، لا تكن عنيدا يا أحمد. يا أمي، إذا ذهبت إليها بعد ما فعلت ستتعود على ذلك، وأنا أريد أن أعلمها درسا حتى لا تعود إلى فعلتها هذه مرة أخرى. إذا لم تذهب أنت إليها سأذهب أنا وأحضرها. اذهبي إليها يا أمي كما شئت، ولكن أرجو أن تبلغيها أنني لا أريد أن يفرض أحد علي رأيه، فأنا أدرى بما أريد. أمري لله، سأبلغها بما تريد يا ولدي. لن أعود إليه يا أمي. يا بناتي، العناد لا يأتي إلا بخراب البيوت. شرطي للعودة أن يذهب للعمل بحاشية السلطان. لا تركبي رأسك يا بنتي، ما دام هو مصرا على عدم الذهاب. ليذهب إلى السلطان أو فليذهب كل منا إلى طريقه. شيرين، شيرين يا ابنتي، طاعة الزوج من طاعة الله. ولما لا يطاوعني هو؟ شيرين، لقد جئتك بنفسي، وإذا لم تعودي معي الآن لن آتي إليك مرة أخرى، ففكري جيدا. لا تتعبي نفسك يا أمي، لن أعود. حسنا، أنت حرة، ولكن تذكري أني جئتك بنفسي إلى بيتك. لا تشغلي بالك يا أمه، اتركيها تفعل ما تشاء. تردني هكذا، هذا يصح؟ يا أمه، قلت لك من البداية ألا تذهبي إليها. يا ولدي، أنا أريد أن يهدأ بالك، فأنا أنتظر اليوم الذي تصبح فيه أبا وتملأ الدنيا بأولادك من حولي. يا أمي، إن لم تغير شيرين من نفسها فلا حاجة لي بها. بإذنك يا أمه. شيرين، هل يمكن أن أدخل؟ هل يمكن أن أدخل؟ تفضلي. لقد تبينت خطأي. بهذه السرعة؟ أرجوك يا شيخ أحمد، احذرني، فأنا أحبك وأريد أن أراك أعظم رجل في الدنيا، فأنا أعاندك لمصلحتك. ما رأيك يا أمه؟ انتظر هنا حتى استكشف هذا المكان.
إنني أعرض عليك الصلح يا ابن الصباح. إننا متصالحون فعلا؟ لا يا ابن الصباح، إنني أعرفك. إن ما فعلته مع الزعماء الذين وقفوا معي في مواجهتك يؤكد أنك لم تصلح. أنا؟ إنني أعرف أنك المسؤول عن قتل الزعماء. أبعد؟ أنا لا أريد أن أعاديك، لا أريد قسمة الحركة الباطنية، لذا جئتك رافعا الرايات البيض. الرايات البيض لا تكفي. هذا تريد أكثر. التعهد بعدم العودة للتمرد. أتعهد. والخضوع التام. أتعهد. حينئذ يمكنني أن أفكر في الأمر من جديد. كنت واثقا من حكمتك. أي مبنى مهجور هذا؟ ومن ذا الذي يأتي إليه ليلا؟ فلأكن حذرا وأنا أستكشف. المهم ألا تفكر أنت أو ابنك أو أحد من أتباعك في الغدر. إنني أفتح معك صفحة جديدة تماما. سأرى. الحسن بن الصباح؟ لي سؤال أريد إجابة صريحة عليه قبل انصرافي. اسأل. متى ستعلن دولة الباطنية؟ لقد طال انتظاري. قريبا ستحقق الحلم يا ابن عطاش. لك زمن لا تقول لي سوى هذه الكلمة، قريبا. ألن يأتي هذا القريب؟ نحتاج لبعض الوقت. بل ما عاد لدينا وقت لنضيعه، العمر يجري، وأريد أن أرى دولة الباطنية قبل موتي. أنا لا أسير أموري تبعا لأهواء القلوب. دائما تعارضني يا ابن الصباح. اسمع يا ابن عطاش، هذه الحركة لها رئيس واحد، وأنا لا أريد أن تناقشني في كل كبيرة وصغيرة. لا تنسى أني شيخك الذي ضمك للباطنية وعلمك ثم جعلك رئيسا للحركة في حياته لتعطيها قوة. فهل تخاطبني آخر الأمر بهذه الطريقة؟ يجب أن تقدر موقفي، فليس هناك نصف رئيس يا شيخي. فإما أن أكون الرئيس الوحيد المطاع، أو فلتبحث لنفسك عن رئيس آخر. حسناً يا ابن الصباح، استمر. الحسن بن الصباح هو نفسه رأس الباطنية ويدبر لإقامة دولة. هذه هي الدولة التي كان يمنيني فيها بالمنصب والجاه. لا أكاد أصدق. أكمل يا ابن الصباح. إنني أريدك في الفترة القادمة أن تهتم بأمرين. أولهما ضم أعضاء جدد من البسطاء وضمان ولاؤهم لنا. وكيف نضمن هذا؟ لقد توصلت إلى طريقة جهنمية تضمن تحقيقه بنجاح. ما هي؟ الحشيش. ماذا؟ الحشيش. سنجعل الناس يتعاطون الحشيش حتى يفقدوا وعيهم، ثم نوهمهم بأننا سندخلهم الجنة، ثم بعد ذلك ننقلهم إلى إحدى الحدائق، وفي هذه الحديقة نأتي لهم بالمسكرات على أنها العسل واللبن المصفى الوارد ذكرهما في القرآن، ثم نأتي لهم بالجواري الجميلات على أنهن الحور العين، حتى يظن أن طاعتنا من طاعة الله، وأن بيدنا أن ندخلهم الجنة أو نخرجهم منها. هذه الفكرة لا تخطر إلا في بال شيطان. رفقاً بالشيطان يا رجل، الشيطان ليس بهذا الذكاء. متى ستبدأ في تنفيذ هذه الفكرة؟ فوراً، بعد أن تضمن ولاء عارض مناسب، وستكون هذه الخطوة هي البداية الحقيقية لتكوين دولتنا. لقد خلقت لتقود الناس يا ابن الصباح، امضي في طريقك موفقاً منصوراً. ما أعجب ما سمعته منك يا غزالي. وأنا أيضاً لا أكاد أصدق يا مولاي، لولا أني رأيت بعيني ما صدقت. إنني في حيرة من أمري، ماذا أفعل؟ هل أمر بالقبض على ابن الصباح وأسجنه؟ سيسألك الجميع ما تهمته، وسيقوم ابن عطاش أو غيره بإدارة الأتباع دون خلل. نلفق له أي تهمة إذن ما دمنا لا نملك ضده دليلا ملموسا. عفوا يا مولاي، هناك ما هو أفضل. ماذا تعني؟ ضع عيونك عليه دون أن يدري لتأتي لك بأخباره، وهذا سيقودك لمعرفة معاونيه ورجاله، وبذلك يمكنك السيطرة على الجميع وإنهاء الأمر بضربة واحدة.
صدقت، هذا الرأي هو عين الصواب، سأتدبر كل شيء. والآن إذن لي مولاي أن أعود لبيتي، فقد هداني السفر الطويل دون راحة. تفضل تفضل يا غزالي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت يا ابن الصباح، أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد. شيخ محمد على البيت. هل أجهز لك شيئا؟ لا لا لا، ادخلي ادخلي نامي. ادخلي. أنا أيضا سأنام. أنت؟ الحسن بن الصباح. ماذا تريد؟ أريد أن أقول لك إني أعرف دبة النملة في قصور الحكام. وما شأني بهذا؟ لقد أخطأت يا غزالي. فيما؟ أولا في تجسسك علي، ثانيا لنقلك كل كلمة سمعتها لنظام الملك. أتحرضها علي يا غزالي؟ أنا لا أعرف عما تتحدث. لا تتصنع الجهل، لقد بلغتني كل كلمة نطقت بها عند نظام الملك. الحوائط هنا لها أذان. وبعد؟ لن أعطي لنظام الملك فرصة أن يضع عيونه علي. أما أنت فلولا أني قد أحتاج إليك يوما ما أنهيت حياتك فورا بطعنة خنجر. إلى اللقاء يا غزالي. كيف وصله حديثي مع نظام الملك بهذه السرعة؟ لقد كنت أنا ونظام الملك وحدنا في الغرفة. هل يمكن أن يكون لهذا الرجل جواسيس على الوزير؟ هل يمكن؟ لقد حانت اللحظة يا أبي، جاءتنا فرصة العمر. أي لحظة وأي فرصة يا أحمد يا ابن عطاش؟ لحظة الانتقام، فرصة النيل من الصباح وهو طريد وفي أضعف حالاته. أيها الأحمق، لقد قلت لك ألف مرة إن الحوائف لها آذان. أوه يا أبي، اخفض صوتك لئلا يسمعك أحد. أفهم من هذا أنك لا تفكر في الثأر من الصباح وهو في أضعف حالاته؟ لا، وإذا كنت تظن أن وجود الحسن بن الصباح في قصر نظام الملك يمثل شيئا ذا قيمة فأنت واهم. الحسن بن الصباح له ألف مكان يمكنه الاختباء فيه، وقصر نظام الملك تحت السيطرة الكاملة للحسن، ونظام الملك لا يستطيع أن يفعل له شيئا. أكاد لا أصدق نفسي، أإلى هذا الحد تؤمن بهذا الرجل؟ بل إلى هذا الحد أعرفه، ولذا فأنا أنصحك بأن تبتعد عنه، ولا تلومن إلا نفسك لو قرر أن يجعل من قلعتك هذه مقرا له. قلعتي؟ نعم قلعتك. وماذا ترى إذن يا أبي؟ أرى أن إبداء المزيد من الولاء له في هذه اللحظة هو الواجب. حسن، افعل ما تراه يا أبي وأنا موافق عليه.
كفى يا شيرين، كفى يا حبيبتي. لما كل هذا البكاء؟ لأني تعسة. استغفر الله العظيم، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. بعد كل ما نحن فيه من فضل الله تقولين إنك تعسة؟ كيف لا أكون تعسة؟ وقد مرت هذه الأعوام منذ تزوجت دون أن يرزقني الله بولد. استغفر الله العظيم. أحمد، إني خائفة، أخشى أن أكون عاقرا كالنخلة التي لا تطرح. يا حبيبتي، لقد أكدت لنا الداية أنك بخير، فمما تخافين؟ أخاف أن تكون الداية قد أخطأت. يا حبة العين، سلمي أمرك لله، فكل شيء بيده سبحانه وتعالى. ما رأيك لو تنهضين لتتوضئي ونصلي معا ركعتين لله وندعوه أن يرزقنا بالولد؟ وهل سيستجيب الله دعاءنا؟ سبحان الله، هو القائل أجيب دعوة الداعي إذا دعا. سأنهض إذن للوضوء. من يدري؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اللهم إني أستحلفك بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه حال الدنيا والآخرة، وأستحلفك بوجه الحبيب المصطفى محمد وبأسمائك الحسنى واسمك الأعظم الذي إذا دعيت به استجبت يا رب العالمين، وأستحلفك بكلماتك التامات وبحق كن فيكون أن ترزقنا بالذرية الصالحة، فإنه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فارزقنا من فيض رحمتك بالذرية الصالحة يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله يا الله. الحمد لله الحمد لله. شيرين انهضي انهضي. مالك يا أحمد؟ سيرزقنا الله بالولد، سيرزقنا الله بالولد الذي نتمناه. كيف عرفت؟ الرؤية، الرؤية التي رأيتها في المنام. وهل هل تصدق الرؤى؟ ولما لا تصدق؟ صدقيني يا شيرين، سيرزقنا الله بالولد. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله. مولاي الوزير، مولاي الوزير، ماذا بك أيها الحاجب؟ فر الحسن بن الصباح وترك لك هذه الرسالة. أرني إياها. الله الله الله.
والعين يعانقها الوسن. يا هذا الداعي أيقظنا ثانية، فالعالم محن وقرانا حاصرها جدب، وانشغلت بالفوضى المدد، العقل تشتت أفكارا والنفس تولاها الشجن. ضربت في البحر السفن، يا هذا الداعي ساعدنا، قد دب بساعدنا الوهن. اجتمع الأعداء علينا واجتمع أسانا والحزن، اختلط الحاضر والماضي والتبس السيء والحسن. شام تبدو أو يمن، اكشف برؤاك لنا الآتي، نحن ببلوانا نمتحن. جدد دعوتنا للمولى، جددها تنصرف الإحن، نرجع لله من المنفى.